بسم الله الرحمن الرحيم. يفضل ان نبتدي create cube. اوكي، نروح على الفرونت نضبط شوية. خلنا نزيد شوي. الطريقة هذه اوكي، نقدر نحط هني اج زيادة. الطريقة هذه ناخذ الفيرتكس عندنا على السايد، نحاول نقول الطريقة هذه. نقدر نحط الحين ني ايج زيادة، شوي نعطيه تكبير. اوكي، الحين ناخذ الايج هذا نكتب له كليك قلنا. اوكي، نقول له بيفل، زاد لنا ضلع زيادة هني. اوكي، الحين رحنا على السايد، نبي رايت كليك فيس، ناخذ الفيسز هذيلا اللي بيصير لونه غير. اوكي، نقدر نقول له مش اكستراكت، يفصله عن الجسم هذا. الحين صار عندنا هذين الاثنين. ناخذ ايدج، نفس الشيء ناخذ الايدج الداخل. نقدر نقول له بيفل. هني ريسنت كوماندز فيها آخر أوامر سويناها، لو نلاحظ البيفل موجود والاكستراكت.
ايه من هنا ناخذ الفيس اللي داخل، بنعمل لهم اكستراكت عشان نفصل الجسم. نفس الشيء قلنا اكستراكت، الحين عندنا الجسم هذا لحاله. الحين عندنا الإج هذا، نعمل له اكسترود. ده شيشة داخل، ممكن ناخذ الإج هذا نطلع شوي برا عشان يعطينا التفخة شوية.